بناء على معلومات ورد الى علم افراد فرقه بعث التخر بان السطيف تفيد بضروع شخص في عمليه بيع لذخيره اسلحه الصيد باقليم مولي السطيف، وبعد التحري بشان تلك المعلومات واطلاق ابحاث جد معمقه مكنت من تحديد هويه المشتبه به ومكان نشاطه، وبعد اعداد خطه محكمه تم ايقاف المعني متلبسا بهذا 1500 عطوش الصيد عيار 16 ملم محل تهريب. استكمال التحريات وبعد حصول على اذن من قبل السيد وكيل الجمهوريه دامك بتعلمه تم تفتيش بسك المعني اين كانت العمليه ايجابيه، وتم خلالها حجز مسدس الي من نوع ايرستار مع 13 رصاصه عيار 6.35 ملم 96 قطعه حجم بلاستيكيه خاصه بالخراطيش 2 كيلوغرام من الصاشم 150 كوريه قف من نوع شوفروتين 270 كبسوله كيلوغرام من ماده البارود 190 قطعه فلين خاصه بالحشو 124 ظرف فارغ الى جانب ماكينات وادوات مختلفه لتستعمل في تصنيع خراطيش الصيد. تم تقديم المشتبه به في القضيه صباحه اليوم امام السيد وكيل الجمهوريه لدى محكمه العلمه، وهذا بموجب ملف جزائي.